أتكلم عن المزاج العام العالمي. ثورة السود في الستينات والخمسينات في أمريكا، عندما كان أمريكا كانت في الخمسينات والستينات، عندما كان العمانيون يؤم فيهم أقرأهم لكتاب الله، والعرب والمسلمون يؤم فيهم أقرأهم لكتاب الله بغض النظر عن قبيلته أو سنه أو أيا يكن. هنالك كان لا، كان في أبيض وأسود. الأبيض له مدارس خاصة، وله النقل، وله الباصات، وله الأماكن المرفهة، والسود كان لهم العبيد، يعتبروا عبيدا. هذا في الستينات، هذه في العمر الذي بعض الحاضرين في هذه القاعة أكبر من هذا العمر. لكن صار ثورة السود، فبدأت الجامعات هي التي تتحرك. ثم صارت ثورة السود، بعد ذلك غرير القانون. وأحد من حضر، واحدة متظاهرة من حضرت هذه المظاهرات، حضرت المظاهرات الآن التي موجودة الآن في جامعة كولومبيا، ورأيتها تقول ستقمعون، تقول للمتظاهرين الطلبة ستقمعون، لأن أمريكا أو النظام، أو قالت النظام السياسي، سيقمع كل ما يخالف النظام الموجود حاليا. يعني كان النظام اللي موجود عندهم هناك إنه البيض لهم ميزة على السود، فأراد السود أن يأخذوا حقوقهم، لأنهم إنسان والناس سواسية عند الله سبحانه وتعالى، والناس يجب أن يكونوا سواسية في الحرية، فعارضتهم الكيان السياسي. أوصلهم في الأخير إلى أن تحرر السود، وصار ما زالت العنصرية موجودة، ولكن اختفت القوانين العنصرية على الأقل. ثم سنة 68 بعد معركة سمها معركة تيت في فيتنام، معركة تيت في فيتنام هذه نفس يكاد تفاصيل 7 أكتوبر. كان أمريكا تسيطر على فيتنام الجنوبية، وكان المقاومة تسيطر على فيتنام الشمالية.